بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامكم سعيدة وكل عام فأنتم بخير. عاده الله عليكم بالصحة والعافية. نستكمل محاضراتنا حول مادة الكونكريت تكنولوجي الجزء الثاني، وبخصوص السبيشال كونكريت أو الخرسانة الخاصة. بالمحاضرات السابقة أخذنا مجموعة من أنواع الخرسانة الخاصة، اللي هي أخذنا اللايت ويت كونكريت، وقلنا اللايت ويت كونكريت تعتمد إما على اللايت ويت أجريجيت على الركام الخفيف، أو الأيريتد كونكريت أو اللي هي الخرسانة اللي تحتوي على الفقاعات الهواء. والنوع الثالث من اللايت ويت كونكريت هو نو فاين كونكريت، اللي هي الخرسانة اللي ما تحتوي على الركام الناعم أو الساند. كذلك أخذنا نوع آخر من السبيشال كونكريت اللي هو الهاي دينسيتي كونكريت، الخرسانة عالية الكثافة. اليوم راح نأخذ نوع جديد اللي هو الماس كونكريت أو الخرسانة الكتلية. طبعا هي من اسمها الخرسانة الكتلية، هي نوع الخرسانة اللي تكون بشكل كتلة كبيرة. خلينا نشوف تعريفها. يقول mass concrete is defined by ACI committee 207، اللي هو ال ACI code 207 يعرفها بأن any volume of concrete in which combination of dimension of the member being cast. يعني يقول أي خرسانة مال حجمها مركبة من أجزاء structure هي تعتبر خرسانة كتلية. The boundary condition تحددها طبعا الباوندري كونديشن، الظروف الجويه او المحيطه بها، دي كاركترستيك اوف كونكريت ميكستشر، عوامل الخبط او بالاضافه الى الامبيانت كونديشن، درجه الحراره او درجه الجو. كان بي هذا الشيء يسبب، راح يسبب كان ليد تو انديزيربل ثيرمال ستريسز. هذه قلنا الباوندري كونديشن والعوامل وطرق الخلط راح تاثر على اجهادات حراريه، هي ثيرمال اجهادات حراريه. شو السبب؟ السبب كراكينج، ديليتريز اللي هي اضرار، كيميكال رياكشن يعني مؤثرات الكيميائيه، اند ريدكشن دي لونج. شو السبب؟ ريدكشن لونج تيرم سترينث، تسبب يعني كفاءة الخرسانة لطويلة الأمد، الخرسانة مقاومة الخرسانة لطويلة الأمد. هاي بسبب قلنا درجات الحرارة. الماس كونكريت انكلود نو اونلي لو سيمنتيشياس كونتنت، يعني يقول الخرسانة الكتلية ليست فقط هي اللي تحتوي على كمية قليل من السمنت. وتستخدم هذه قلنا اللي تستخدم وين؟ بالدامز. الدامز هو السدود and other massive structure أو أي منشأ كتلي. لكن احنا شو نريد نحسن من الـ high cementitious concrete؟ يعني احنا نسيطر على كميته ونحسن نوعية السمنت المستخدم بالمنشأ. Mass concrete placement requires special consideration. يقول إحنا يعني وضع الخرسانة الكتلية يحتاج لها بعض الاعتبارات الخاصة، اللي هي شو السبب؟ يعني السبب إحنا السبب يعني السيطرة على الخرسانة وكيفية وضعها، نسيطر على درجة حرارة الإماهة اللي هو heat of hydration. هاي الهيت هايدريشن طبعا الهيت هايدريشن كلش مهمة، اللي هي تسبب ارتفاع درجة الحرارة وتسبب الثيرمال ستريسز قلنا، وبسبب اختلاف درجة الحرارة بين داخل الكونكريت والسطح الخارجي او الهواء، فراح يسبب الاجهادات ويسبب التشققات. طبعا هذا جزء هنا نشوفون ذا صورتين للخرسانة الكتلية، اللي هي مثلا دعامات للجسور العملاقة بالاضافة الى الخرسانة المستخدمة بالسدود المائية. نوع ثاني بالنسبة للسبيشال كونكريت اللي هو نو سلام كونكريت، يعني الخرسانة اللي ما بيها سلام، السلام مالتها صفر. يعني شنو الوركابيليتي مالتها؟ الوركابيليتي يكون يعني قليلة جدا، الوركابيليتي قابلة للتشغيل، يعني راح تكون ستيف هاي
اللي هي يعني صلبة تقريبا حنوع من الخرسانة. No slump concrete is defined concrete with consistency corresponding to slump 6 mm or less. يقول هنا راح تكون قوامها جدا عالي بحيث السلام مالتها من 6 او اقل من 6 ملم، اللي هي مثل ما راح تكون هاي الخرسانه very dry، اكيد خرسانه جافه. راح نعاني بالworkability مالتها، الوركبل يعني قابليه التشغيل مالتها نعاني بها، ويعني كذلك يعني وضعها في القالب او وضعها في الموقع. And the method refers to the not necessary apply to mixture for concrete masonry unit for the compaction by spin technique. يعني هاي هنا يقول هنا احتاج بما انه هي ما بيسلم راح احتاج تقنيه خاصه لوضعها بالقالب يعني تشكيلها. Many of the basic law governing the properties of hard slump concrete are applicable to slump concrete. يعني هنا طبعا راح تحكمنا بعض القوانين اللي هي تفرق طبعا بالنسبه للخرسانه اللي يكون slump مالتها عالي. Measurement of the consistency of no slump concrete differs from the for higher slump concrete. اكيد ان مالتها السلام راح يختلف بالنسبه للنورمال كونكريت. هسه لنا الكود اللي هو 211 يصنف النو سلام كونكريت. شلون نقيسه؟ يعني شلون نقيس النو سلام او كونسيستنسي مال هاي النو سلام كونكريت؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولى في بي اباراتس اللي هو الفايبريتر اباراتس، هذا فايبريتر خاص. دي كومباكتنج فاكتور تيست اللي هو عامل الانضغاط، فحص عامل الانضغاط. وكذلك دي لو دروب تيبل، اكو يعني فحص خاص يخص الخرسانه اللي هي العاليه اللي يعني يكون القوام مالتها جدا عالي. In the absence of the above test equipment, workability can be adequately judgment of trial mixer. يعني إذا ما توفرت، يقول إذا ما توفرت هاي الطرق الفحص أو الإكوبمنت المتوفرة ما متوفرة بالموقع، نقدر نسوي trial mixer، يعني نسوي خلطات تجريبية إلى أن نحصل على الميكسيتشر اللي إحنا نريده. هنا طبعا مطي أنواع مختلفة من السلامب. أكو سلامب يعني العادي اللي هو true slump، zero slump اللي هو هذا اللي ما بيها سلامب، أو الكولابس سلامب اللي هو السلامب الانهيار يسموه، او شير سلامب اللي هو هطول القص. نوع اخر من السبيشال كونكريت اللي هي رولر كومباكتد كونكريت، اللي هي الكونكريت اللي نستعمل معاه روله، يعني رولر حادلات خاصه لوضعه بالموقع. Roller compacted concrete اللي هو يرمز له roller compacted concrete RCC is stiff، يعني كلش قويه ما بيها سلام. يقول nearly dry concrete تكون قريبه من الخرسانه الجافه اصلا، يكون يعني الماء مالتها قليل، الووتر سيمتريشن مالتها قليل، فراح يكون قريب من الجافه. The cementitious content range يعني السمنت المستخدم يتراوح بين 60 الى 360 كيلوغرام للمتر المكعب. هذا يعتمد على المنشأة مالتنا يعني اللي نحتاج احنا بعد نستعمل اسمنت. اوكي، ميكسينج از دون وذ ذا كونفنشنال باتش ميكسشر، يعني نستخدم خباطه خاصه يعني بحيث مناسبه للدراي كونكريت للخرسانه الجافه. وين نحتاجها؟ نحتاجها طبعا هناك فول انتو تو ديستنت كاتيجوري، ووتر كونترول ستراكشر دام اند بيفمنت، تستعمل بالارضيات وبال بالسدود. While the same term in the use of the desirable both type of concrete use. Okay. The design of construction processes are different. يعني حسب نوعية المنشأ اختلاف المنشأ. يقول نقدر نستعمل احنا نستعمل roller compacted concrete can be used for entire dump. يعني نقدر نستخدم بالنسبة للداخل السد، الجزء الداخلي بالنسبة للسيت. اوكي، هنا يقول or on overtopping protection of the upper section on the downstream face، يعني السطح الداخلي بالنسبة للسيت. The nominal maximum aggregate، يعني نستخدم الماكسيمم اجريجيت سايد من هذا النوع من الخرسانة الخاصة بحدود 50 الى 150 ملم. الاسلام مالته قلنا 0
بعد شنو المواصفات مالته. السترينج كومبريسيف سترينج تراها بين 10 الى 24 ميجا باسكال، ونقدر نستخدم قلنا التيبيكال المناسبه فور رولر رولر كومباكتد كونكريت دام بروجكت بالنسبه للسيدو تايل. On most dam project the upstream phase، يعني أنا بالنسبة للخرسانة اللي بالنسبة للسيد نستعمل الخرسانة اللي تحتوي على ال air entrained اللي على مود نساوي السطح مالته وتكون durability مالتها عالية وتكون غير نفاذة. In addition to the advantages less material، يعني هاي تستخدم يعني مواد قليلة نستعملها، يعني نقدر انه نشكلها بصورة اسرع نستخدمها، يعني الموقع نستخدمها انهاء المنشأ بصورة اسرع اذا استعملنا هنا يقول الارث او الروك خاصة بالنسبة للسدود. Other water control RCC or roller compacted concrete application include as the emergency spillway، يعني نستعمل في الطرق النهرية للطوارئ، اكو منافذ نهرية نستخدمها للطوارئ، نستخدم هذا النوع من الخرسانة، كذلك نستخدمها في السدود انشاء السدود. هنا قايل هنا لحماية بعض المصارف نستعمل بعض البانك بروتكشن، لان هاي راح تكون النفاذية مالتها قليلة بحيث انه احنا المصارف نحتاج مثلا نحمي المصارف من تسرب المياه داخل المصرف مثلا او داخل القاصات حسب المكان اللي نستخدمه. The procedure of construction of roller compacted concrete استخدمها pavement required tighter control than the for the dam construction، يعني هنا نقول هنا راح تكون كلش سيطرة مالتها تكون عالية بحيث نستخدمها لإنشاء السدود. بالنسبة للسمنتيشيس كونتنت راح تكون يعني كمية السمنت المستخدمة بهذا النوع من الخرسانة يعني تتراوح بين 240 360 ودرجة، وبالنسبة للمقاومة الانضغاط مالتها 28 ل 40. The nominal maximum aggregate size بالنسبة للماكسيمم aggregate size تتراوح بحدود اللي هو 19 مليمتر. وبحيث يقول specification usually عادة الظروف اللي متاحة انه بحيث انه سهولة نقلها، بحيث انه هذا النوع من الخرسانة يعني تحضير الخرسانة إلى نقلها وضعها في الموقع يكون يحتاج تقريبا إلى 60 دقيقة تقريبا ساعة من بداية الخلط، فيفضل أن يكون هذا داخل الموقع ونصبها، طبعا تكون التحضيرات داخل الموقع ونصبها بشكل طبقات من 100 إلى 250 مليمتر، وهذا طبعا نستخدم بها فارشات خاصة اللي هي فارشات الأسفلت اللي نحتاجها بالطرق، نستخدمها في فرش هذا النوع من الخرسانة. طبعا هنا صور هاي هنا اي راوينا شلون نستعمل هاي، طبعا هاي خرسانه مو اسفلت، هنا خرسانه واللي هي رولر كومباكت كونكريت ونحدلها بهاي الحادلات اللي هي تكون رولر الستيل رولر او الربر، راح نضيف لها كميه قليله من الماء على مود نكمل الكورينج مالتها. طبعا شكرا لاصغائكم، امنياتي للجميع بالتوفيق دائما.